طيب كالعادة وزي ما حضراتكم دايما متعودين معانا بنتكلم مع كريم سعيد وأحمد ثابت عن الإحصائيات والأرقام الخاصة. النهاردة بقى مش هنتكلم على نقطة ضعف بايرن ميونخ ولا هنتكلم على نقطة ضعف بالميرس ولا هنتكلم عن نقاط القوة للدحيل، ولكن هنتكلم بقى عن البطولة بشكل عام وإيه البطولة والبطولة دي ضعيفة ولا قوية، ولا هنتكلم عن الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه البطولة مع زملائنا اللي كانوا متواجدين معنا خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحقيقة وعملوا شغل رائع هم وفريق الشغال معاهم بالكامل. الأستاذ كريم سعيد النهاردة، الأستاذ كريم سعيد أهو عشان ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن إسلام، مساء الخير، مساء الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. وأعتقد مش هنتكلم عن نقاط ضعف بايرن ولا بالميرس، نخلص من حقك على فكرة، احنا خدنا اللي احنا عايزينه من البطولة الحمد لله، وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه وشرف الكرة المصرية كالعادة. وتاني بعيد الجملة دي دايما، ان احنا النادي الأهلي حقق اول فوز رسمي لفريق كرة مصري على فريق برازيلي، دي هتتكتب في التاريخ اعتقد واحد من ابرز الارقام اللي احنا حققناها في البطولة دي، وشيء مميز طبعا للكرة المصرية ان النهارده زي ما حضرتك بتتكلم على صفحة بايرن ميونخ تصريحات الراحة جاية ما بين الشناوي، عايزين نجيب لهم اتنين ليمون برضو عشان يستحق الشناوي صراحة.